مرحبا بجميع متتبعين ومتتبعات جريده نيشان الان. المهم اليوم جينا لاكبر تجمع دولي اللي هو جي تيكس افريكا 2024. غادي ندخلوا نجيبوا فيه شي تسركيله وناخذوا مجموعه ديال التصريحات ومجموعه ديال براءات الاختراع. ما نطولش عليكم ويلا. معكم محمد المختاري مؤسس شركه اغلود اللي متخصصه في البطاقات الرقميه ومتخصصه في لي سوليسيون اللي عندهم علاقه بالريزوتاج وبال ليسونس ديال عباد الله الناس ديال اللي تتبادل المعلومات ديالهم. الهدف ديالنا هو نحيدوا الوراق وما يبقاو نستعملوا البطاقات بالوراق ونوليو نستعملوا بطاقات رقميه. الهدف ديالنا هو وسي نعاونوا الانسان باش يسهل عليه تبادل المعلومات بحال هذا ليفينمون هذا اللي هو جي تيكس. ما بقيناش محتاجين يكون عندنا الالاف ديال لي كارت فيزيت خاشينهم في جيوبنا ومتقلين بهم. كارت وحده وتسهل لنا ماموريه. هاد لاكارت هادي ممكن تبدل بها المعلومات، ممكن تبدل المعلومات. هي كارت وحده ممكن تبدل المعلومات ديالك في التليفون وتبدل اي معلومه وتحط اي معلومه بغيتي من لي كوردوني ديالك، من سميتو لي ريزو سوسيو فيسبوك تيك توك واتساب بي امبورت سميتو البلاتفورم اللي تخدم بها. تقدر تزيد عليها لي بروشور، تقدر تزيد عليها دي دوكيمون اخرين ديال الريب بي امبورت المعلومات اللي بغيتي. الفكره صراحه جاتنا من المشاكل اللي كانوا تيجيو للناس في ايامات لي زيفينمون ملي تكون عندهم بحال هاد لي زيفينمون الكبار. مثلا لقاو الناس اللي تيكونوا نساو لي كارت فيزيت ديالهم في جورهم. حنا بالفضل ديال لابليكاسيون اللي عندنا واللي 100% مغربيه، ابليكاسيون تتيليشارجيها في اب ستور ولا بلاي ستور. هاد لابليكاسيون فابور اي واحد يقدر يخدم بها، تتمكنو باش يحط المعلومات ديالو ويبارطاجي المعلومات ديالو بطريقه سهله وبطريقه بدون مشاكل. لي سبيسيال فهاد لابليكاسيون سي كو حنا الوحيدين في المغرب وفي افريقيا واللي عندنا ابليكاسيون اللي تخدم بلا كونيكسيون. سوجي الا بغيتي تبارطاجي لي كوردوني ديالك، تبارطاجي المعلومات ديالك مع شي شخص اخر، ما عندوش ضروره باش يتيشارجي لابليكاسيون. بلا لابليكاسيون يقدر يتوصل بالمعلومات ديالك، وثاني حاجه يقدر يتوصل بهم واخا ما عندوش كونيكسيون. ضد هذوك الناس الاخرين اللي عندهم بحال هاد الطرق اللي تبارطاجوا بهم المعلومات، حنا الوحيدين اللي عندنا هاد المميزات. وعندنا مميزات اخرين بحال الكارني دادريس ديالك للمعلومات الاضافيه ستاتيستيك ديالك. السلام عليكم، معكم دريسي سعيد، جو سوي كوفونداتور اي ديريجون ديال اصول. اصول هو شركه فرنسا ولكن انا مغربي، دونك سي نورمال كو جو سوي سي في جي تيكس. كنديروا اون باتري انوفونت اللي كيشارجا اي حاجه في ليسباس دو ترافاي. دونك عندنا هنايا اون باتري هنا اون باتري سور لاكيل اون بو شارجي سون تيليفون اون اندكسيون. نقدر نشارجها في لو بي سي لابتوب ديالي. عندي واحد لو كابل يو اس بي سي ديال 100 واط. عندي حتى البريز هنايا، دونك نقدر نبرونشي فيه لابريز ديال 220 فولت ونخدم به في واحد النهار. عندنا واحد النهار ديال الخدمه في ذاك لاباتري. هنا اون جورني دوتونومي. سي ان سيستيم كي فا اتخ ديستيناسيون دي زونتربريز، دي اوتيل، دي زونيفرسيتي. تكلمت مع لونيفرسيتي ديال كازابلانكا باغ اكزومبل، و سون تري تري انتيريسي بهاد لا تكنولوجي اللي كان بريزونتي هنايا في جي تيكس. سامر منير من فوجي في الميدل ايست، احنا في دبي جايين على المغرب علشان نستكشف سوق المغرب والمغرب العربي عموما وافريقيا بحيث انه نتوسع. فوجي فيلم هي الاولى في اسيا، ومن سنه ال 21 تقريبا 2021 قرروا انه تو جلوبال على حول العالم، ففتحنا بدبي بالشرق الاوسط وبالسعوديه، في عندنا مكاتب هناك، وباذن الله احنا ناويين نجي على المغرب العربي قريبا باذن الله. واحد من الاهداف الأساسية إنه إحنا جينا هون إنه نستكشف الماركت، نشوف شو في موزعين، نشوف العملاء كيف، بحيث إنه نحط استراتيجية بحيث إنه إحنا نعرف ندخل بقوة للماركت. فوجي فيلم عندها ميديكال إكويبمنت، عندها برينتينج برودكشن برينت، عندها أوفيس برينتينج ماشينز. إحنا الديفيجن ديالنا هو البرينتينج ماشينز للأوفيس، وفي ملون ابيض واسود واجهزه ذكيه بحيث انه تعمل كسكانر كبرنتر ريموت سبورت. في عندنا ايميلز
هنا الحكي هذا، وان شاء الله تكون احنا دائما نتوقع خير من المغرب، وان شاء الله السوق شكله مشجع، وباذن الله نشوفكم وتشوفونا قريبا.